دعت منظمة العفو الدولية ميليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن 10 صحفيين محتجزين لديها منذ 4 سنوات، وقالت في بيان إن الاحتجاز التعسفي لعشرة صحفيين لمدة تقرب من 4 سنوات هو مؤشر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن. وفي السياق ذاته قالت الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية رشا محمد، قالت إن المنظمة وثقت احتجاز 51 شخصاً في السجون السرية التابعة للإمارات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. في هذه الحلقة مشاهدينا من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى يظل الصحفيون وأصحاب الرأي في معتقلات الحوثي دون تحرك جاد لإخراجهم؟ وما هو دور المنظمات الدولية للضغط وحل ملف المختطفين والمخفيين قسراً؟ نتابع هذا التقرير سوياً ومن ثم نبدأ النقاش. بمداهمة واحدة تم القبض على 9 صحفيين في 9 يونيو 2015، وبعدها في أغسطس من نفس العام تم اختطاف الصحفي صلاح القاعدي، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن لا يزال هؤلاء الصحفيون العشرة رهينة الحوثي وفق تقرير منظمة العفو الدولية. في 19 إبريل الماضي جرد الحوثيون الصحفيون من ملابسهم وتم ضربهم بشكل مؤلم وفق منظمة العفو التي أكدت أنهم يعذبون بشتى صنوف التعذيب، وهو ما جعلهم يعانون من مشاكل صحية تتفاقم بسبب حرمانهم من الرعاية الطبية وإدخال الأدوية لعلاجهم. تعذيب الصحفيين ينعكس نفسياً بحسب التقرير الدولي على عائلاتهم، حيث الأبناء يكبرون بدون أب ولا تعويض لهم إلا احتضان ملابس أبائهم، فضلاً عن أن الزيارات الصعبة وغير المنتظمة للمختطفين تسبب الكثير من الألم للعائلات عند مشاهدة آثار التعذيب على أجساد أقاربهم. التهم الموجهة للصحفيين العشرة تهم ملفقة ومزيفة بوصف التقرير الدولي، وتأتي بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير ويجب إسقاطها فوراً. ففي ديسمبر من العام الماضي وجهت لهم ميليشيا الحوثي تهم التجسس ومساعدة التحالف، وتبدو الكارثة النفسية أنهم بانتظار عقوبة إعدام على أفعال كيدية في مناخ إعلامي يتسم بالقمع. المناخ الإعلامي القمعي في اليمن يتسع ليشمل مناطق تقع تحت سيطرة أجهزة أمنية تابعة لدولة الإمارات، حيث سجلت منظمة العفو 51 حالة احتجاز لإعلاميين وناشطين في الوقت الذي لا يزال فيه الصحفيون العشرة مخفيين قسراً عن العالم الخارجي لما يقارب 4 سنوات أو تزيد. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا عضو مجلس نقابة الصحفيين السيد نبيل الأسيدي. سيد نبيل مساء الخير. مساء النور والعافية. أهلا بك سيد نبيل. يعني 4 أعوام والصحفيين في السجون، وتقارير أو تقرير أخير لمنظمة العفو الدولية يطالب بسرعة الإفراج عنهم. يعني هل تتابع النقابة وضع هؤلاء الصحفيين؟ بالفعل طبعا كان للنقابة هو الدور الرئيسي في هذا الجانب. اليوم أصدرت منظمة العفو الدولية هذا التقرير بناء على ما قدمته لهم النقابة في هذا السياق. يعني النقابة أيضا أصدرت قبل 3 أيام بيانا وضحت فيه حالات التعذيب وأيضا المنع من الزيارة وأيضا يعني حرمانهم من الملابس والتطبيب، إضافة إلى أن الزميل عبد الباسط ربما يشكو من فقدان السمع داخل معتقله، وأيضا أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران هؤلاء الأكثر تضررا من الصحفيين المعتقلين، بالإضافة إلى أن اعتقالهم في مناطق غير صحية أو في أقبية سببت لهم حالة عامة في الأميبيا، وبالتالي هناك الكثير
من الأمراض التي أصيبوا بها خلال فترة اعتقالهم، بالإضافة إلى حالات التعذيب المستمرة. اليوم وصلتنا من إحدى الأسر بأنه سمحوا بزيارة أحد الزملاء المعتقلين لمدة دقائق، وأخبرهم بأنه تعرض للحرمان من الماء وتعرض للتعذيب، وأيضا أحد الزملاء أيضا تعرض للتعذيب بحجة أنه تأخر دقيقة في لقاء إحدى اللقاءات مع عائلته، دقيقة واحدة عندما قابل والديه تأخر دقيقة وتعرض للتعذيب والحرمان من الأدوية جراء هذا السبب. طبعا النقابة تتابع بكثب هذه الإجراءات، لكن للأسف نحن نتعامل مع ميليشيات، والميليشيات هذه ليس لها عهد ولا ذمة، وأيضا يعني غير ملتزمة لا بأخلاقيات، يعني حتى للحرب هناك أخلاقيات، وحتى للمعتقلين لهم حقوق، ومع ذلك فهي تحرمهم من جميع حقوقهم، ومع ذلك لا تعترف حتى بأخلاقيات الحرب. نعم، إذن ابقى معي سيد نبيل وأشرك معنا في الحديث من الرياض. سينضم إلينا السيد توفيق الشرعبي، صحفي يمني. سيد توفيق مساء الخير. أهلا، مساء النور. أهلا بك سيد توفيق. يعني نتحدث اليوم عن استمرار احتجاز الميليشيا لعشرة صحفيين يمنيين، يعني 4 سنوات وما زالت تمارس التعذيب بحقهم، ونتساءل هنا لماذا هذا الإصرار والاستمرار من قبل الميليشيا في استهداف الصحفيين واعتقالهم وإبقائهم في السجون؟ أولا، استهداف الصحفيين بالنسبة للميليشيا هي عقيدة، أنا أعتبرها نوع من العقيدة، لأنهم يرون في هؤلاء الصحفيين خطر عليهم ربما أكبر من خطر المواجهات العسكرية، وهذا ما عبر عنه زعيمهم الميليشيا. زعيم الميليشيا ذات يوم عندما قال بأنهم أخطر عليهم من المسلحين. الميليشيا تتعامل مع الصحفيين بأنهم هدف يستحق أن يعذب، ويستحقون القتل ويستحقون التشريد. الميليشيا، أنا من وجهة نظري الشخصية بأن الميليشيا قامت باعتقال هؤلاء لأنهم كانوا الأقرب إلى يدها. ولهذا قامت باعتقالهم، ومن ثم وجدت نفسها في ورطة لا هي التي قدرت تفرج عليهم، لأن الإفراج عليهم أيضا سيكون إدانة، سيخرج هؤلاء وسيكشفون للرأي العام ما تعرضون له. أيضا هي الآن تتعرض للضغوط، لكن هي ترى في إبقائهم تحت التعذيب ضمانا لكي لا تخرج القضية للرأي العام وتكون أدلة دامغة عليهم. هؤلاء الذين يقبعون الآن تحت التعذيب وتحت الإجراءات التعسفية اليومية والحرمان من الغذاء والدواء وما إلى ذلك حسب ما أفاد الشهود ومن التقى بهم، هؤلاء الآن سيكونون ربما ضحية دائمة لليمن إذ لم يتم التعاون بين المنظمات الدولية وكذلك نقابة الصحفيين والحكومة. نكاد نقول أن دور الحكومة يكاد يكون غائب، لا نجد الصحفيين يذكرون عادة. وهذا أنا أجدها نقطة يمكن من خلالها أن نتساءل، لماذا تتجاهل الحكومة هؤلاء الصحفيين الذين في الأصل يقضعون تحت التعذيب بتهمة أنهم يدافعون عن الحكومة؟ وهو أيضا يعني هناك تساؤل يعني يخطر لدى الكثير بأنه يعني هؤلاء الصحفيين يعني أولا لا يعد أنهم ورقة مساومة كون التحالف، وأيضا الحكومة يعني لا تأبه بأحوالهم، ويعني ليست مستعدة لقبول أي مساومة فيهم، بالتالي يعني يستغرب البعض من إصرار الحوثي على إبقائهم في السجون 4 سنوات، وبالمقابل أنهم يعني ليسوا ورقة مساومة. هم أيضا شهود، هم أيضا شهود، في حال تم الإفراج عنهم سيكونون شهود، وستأخذ القضية ربما بعد دولي أكبر، سيكونون ورقة الإدانة أو سيكونون الدليل الواضح والقاطع على الإجرام الذي ترتكبه الميليشيا بحق الصحفيين. أتوقع أن هذا أنه لهذا السبب يجد الحوثيون في إبقاء هؤلاء الصحفيين في السجن ربما نوع من الأمان لهم. نعم، بدليل أن هناك صحفيين الآن موجودين في العاصمة صنعاء وفي مناطق سيطرة الميليشيا، ربما وضعهم في العمل الصحفي وأيضا توجههم ضد الميليشيا أقوى من الذين يقبعون داخل السجون. أضف إلى نقطة رئيسية أن هؤلاء الذين يتواجدون الآن في السجون ربما كان سبب الاعتقال هو أنهم ربما أقرب إلى العمل الصحفي المنوع بقوة. ولهذا أنا أكرر أن إبقاء هؤلاء الصحفيين في السجن ربما يعطي من الضمانة
للحوثيين بأن تتصاعد القضية ويكونوا شهود، لأنهم وجدوا خلال الفترات السابقة أن أي شخص يخرج من المعتقل مباشرة يذهب إلى المنظمات الدولية، وبالتالي تسجل نقطة جديدة في سجل جرائم هذه الميليشيا. نعم، إذن ابقى معي سيد توفيق. أعود السيد نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين. سيد نبيل، نتساءل أيضا يعني لماذا هذا الإصرار والاستمرار من قبل الميليشيا في احتجاز الصحفيين، مع أنه يعني مدة طويلة مرت على احتجازهم 4 سنوات وأكثر، وبالتالي ما زالت مستمرة على إبقاء هؤلاء الصحفيين في السجون، بالرغم أيضا أنهم ليسوا ورقة مساومة، بمعنى أن الحكومة الشرعية أو التحالف ليس يعني لديهم اهتمام يعني كبير في هذا الملف. طبعا وما قاله الزميل توفيق الشرعبي يعني أصاب كبد الحقيقة وأصاب النقطة الرئيسية في هذا السياق. يعني دائما الميليشيات تخشى دائما من أن خروجهم سيسبب لهم كارثة على المستوى الدولي والإعلامي والحقوقي والإنساني، لأن هؤلاء هم دائما المنظمات تعتمد على رواية الشهود وعلى رواية من تعرض للانتهاك، دائما تكون الرواية أقوى. نعم. مثلا حينما أتحدث أنا كعضو مجلس للمنظمات الدولية، وحينما يتحدث صحفي تعرض للانتهاك يكون الأمر مختلف، أن المنظمات تحتاج إلى شهود أو إلى أشخاص تعرضوا للانتهاك، وبالتالي هم يرفضون مثلا الإفراج عنهم. بس أحب أن أصحح هذه النقطة الأخرى في مسألة المساومة أو الابتزاز. بالفعل يعني أنتم يعني الميليشيا وضعت الصحفيين ضمن قائمة الابتزاز السياسي للقضية برمتها، يعني هو من ضمن المعتقلين السياسيين والمعتقلين الحقوقيين والمدنيين والناشطين والصحفيين أيضا. نعم. وبعض الشخصيات العسكرية المعروفة المعتقلة لديهم وضعتهم ضمن دائرة الابتزاز السياسي، يعني مقابل ماذا؟ يعني هم الآن يحاولون أن يكون هناك مقابل أسرى مقاتلين منهم بالإفراج عنهم. أنا تحدثت في مفاوضات السويد وقابلت رئيس لجنة المعتقلين التابع للميليشيات وطرحت عليه قضية الصحفيين بقوة، وحصل هناك نقاش حاد في هذه النقطة. هم يعني هم الملاحظ بأنهم أول شيء بدأوا ينكرون وجود الصحفيين وأنهم صحفيين، ومن ثم اعترفوا بأنهم يعني التهم المطاطة والمعروفة بأنهم قدموا إحداثيات، وهذه التهم السخيفة التي لا ترقى للعقل والمنطق. الأمر الأبرز في هذه العملية أنهم يراهنون على أن بقاء المعتقلين سيجعلهم في يوم من حينما يكون هناك اتفاق لتبادل الأسرى أو لتبادل الشخصيات أو لمفاوضتهم بشخصيات، يعني وهناك كثير من الصحفيين الزملاء حينما أفرج عنهم بمقابل وتحويلهم كأنهم أسرى حرب، وبالتالي يعني هذا ينقص من مكان الصحفي. ولكن مع هذه الأوضاع كثير من الأسر تفضل حتى لو أفرج عنهم مقابل أسرى حرب أو مقابل، المهم أن يخرج أبناءها من هذه المعتقلات القذرة ومن أيدي تلك الميليشيات. الكثير أيضا من الصحفيين حينما خرجوا من معتقلاتهم خرجوا خارج سيطرة الميليشيات، وهناك من بقي داخل العاصمة تحت الضغط. وأيضا هناك يعني الزميل حمزة القبيحي ما زال معتقلا، وهو ابن الأستاذ يحيى عبد الرقيب القبيحي. نعم. الذي اعتقل وحكم عليه بالإعدام ما زال معتقلا حتى الآن. لماذا؟ لشيء بسيط جدا أشار إليه الزميل توفيق، وهو أن يتحدث والده عن قضيته أو لا يبوح بما تعرض له. ما يعني هو الآن معتقل كورقة ضغط على بقية. أيضا هذه رسالة واضحة لكل الصحفيين. نعم. بأن كل من سيعرض وكل صحفي ستطاله يد الميليشيات سيكون مصيره مصير هؤلاء الزملاء المعتقلين في سجونهم. نعم، لكن سيد نبيل يعني يتساءل البعض بأنه إلى متى ستظل قضية الصحفيين يعني 4 سنوات، وهي يعني فقط يعني أبرز أو أكبر جهد في هذا الجانب هو عبارة عن بيانات وتنديدات من قبل المنظمات والجهات المعنية، بمعنى ألا يوجد إجراء يعني قد يؤدي إلى ضغط أكبر للإفراج عن هؤلاء الصحفيين؟
نحن ننظر إلى أن هناك تعامل مع ميليشيات، وأيضا في سياق الحرب الدائرة بكل مجرياتها العسكرية والأمنية والإعلامية، وأيضا ملف المعتقلين وغيرها من الملفات الشائكة، وأيضا ملف حتى الملف الإنساني يتم التلاعب به ويتم استغلاله. كل ذلك هذه إحدى أدوات الصراع وأدوات الحرب القائمة. بالتالي لن تحل مشكلة الصحفيين ما لم يكن هناك حل جذري للحرب الدائرة، وبالتالي الصحفيين هم دائما الضحية الأولى في كل الحروب، في كل الحروب ومن كل الأطراف. كل الأطراف مارست الانتهاكات في حق الصحفيين، إما كانت الميليشيات أو الحكومة الشرعية أو الميليشيات المحسوبة على الحكومة الشرعية في تعز وفي عدن وفي حضرموت وفي مارب. ومع ذلك هناك فارق في الانتهاكات التي حصلت. صحيح أن هناك توحش من قبل الميليشيات الحوثية إزاء الصحافة والصحفيين ونسبتها أعلى، ولكن هناك أيضا في فترة الحرب الصحفي دائما مستهدف لدى كل الأطراف. كل الأطراف تستهدف الحرية الصحفية وتستهدف، ما دامت الحرب قائمة لن تنتهي معاناة الصحفيين، يجب إيقاف الحرب حتى تنتهي المعاناة ويتم الإفراج عن الصحفيين. أعتقد أن هذه هي الآلة المدمرة للعمل الصحفي، هي الحرب. نعم، إذن ابقى معي سيد نبيل. أعود لضيفي من الرياض الصحفي توفيق الشرعبي. سيد توفيق، يعني مع استمرار هذه الانتهاكات بحق الصحفيين، يعني نتساءل يعني ما أثر استمرار هذه الانتهاكات على حرية الإعلام وإيصال المعلومة؟ المعادلة موجودة وواضحة للجميع. ميليشيات تعني انهدام حرية الرأي والتعبير. لا يمكن الحديث عن مخارج أو عن وسائل أو عن أساليب أو كيفية التغلب على عدم وجود حرية التعبير في ظل وجود ميليشيا. عندما تتواجد الميليشيا لا يمكن الحديث مطلقا حتى فتح ملف حرية الصحافة والتعبير، بدليل أن حال الصحفيين اليوم في اليمن في ظل وجود الميليشيا يكاد يتوزع بين عدة اتجاهات، إما أن تكون في الحاجز أو في المعتقل وتتعرض لما تتعرض له، وإما أن تكون في صنعاء محاصر ولا يمكنك الخروج منها وتحت الإقامة الجبرية، كما هو حال الزملاء في قناة اليمن اليوم. لدينا مجموعة كبيرة الذين تم محاصرتهم في قناة اليمن اليوم، وعندما تم الإفراج عنهم أفرج عنهم بضمانات خطية لدرجة أن أحدهم عندما ومنع أيضا من الخروج في صنعاء. يجب التركيز على حال الصحفيين في الداخل. تم توقيعهم على تعهدات تشمل هذه التعهدات بأن أي شخص يخرج من صنعاء من هؤلاء بأن بيته وماله وكل شيء مصادر ولا يشق له المطالبة به. أحدهم قبل شهر أراد الذهاب إلى تعز لزيارة أمه، لكنهم تركوا ابنه رهينة حتى يعود. أنا أؤكد أن هذا الكلام حصل لأحد الزملاء، لا أريد الإفصاح عن اسمه حتى لا يتعرض للأذى. إذا لم تكن تحت الإقامة الجبرية فأنت في السجن أو مشرد خارج بلدك أو في أي محافظة أخرى. هذا هو حال الصحفيين في اليمن. نعم، لكن سيد توفيق، بالنسبة للأعداد التي ذكرت فيما هم معتقلون في سجون الميليشيا، هل هذه الأرقام دقيقة أم ما زال يعني من خلال المعلومات لديكم بأن هناك أيضا أعداد صحفيين يعني غير هذا العدد المذكور وبالتالي لم يتم التنبه لحالاتهم؟ نفس على اطلاع كامل بالمعلومات الحقيقية أو الرقم الحقيقي الذي يخص الصحفيين المتواجدين في معتقلات الميليشيا. لكن حسب ما وصلتنا من أنباء أو قرأنا عنها بأن هناك زملاء ما زالوا في كلية الإعلام وتعرضوا للاعتقال وموجودين. هؤلاء لا أحد يعلم عنهم لأنهم لم يكونوا أسماء بارزة أو أسماء قد مارست العمل الصحفي. هم فقط طلاب في كلية الإعلام، ولدينا أحد الزملاء لا أتذكر اسمه في كلية الإعلام لكنه لحد الآن ما زال محتجز في سجون الميليشيا. تبقى هذه الأرقام هي مسؤولية نقابة الصحفيين وأيضا الجهات الحكومية ومثلا بوزارة الإعلام. طيب سيد توفيق، في مناطق سيطرة الشرعية ويعني تعز والعاصمة المؤقتة عدن ومارب وجميع المحافظات المحررة، هل هناك حالات اعتقال للصحفيين مطلعين عليها؟ أنا شخصيا لا أعرف أن هناك حالات اعتقال رسمية تمت. نعم، إذن يبدو أن الاتصال بسيد توفيق الشرعبي قد فقد تماما، وأذهب لضيفي الآن
السيد نبيل الأسيدي عضو نقابة أو عضو مجلس نقابة الصحفيين. وسيد نبيل، نتساءل هنا عن أوضاع الصحفيين أو المختطفين في سجون سرية في عدن، يعني ما هي المعلومات حول الصحفيين المختطفين هناك؟ طبعا للتوضيح، تم هناك كان عدد من حالات الاعتقال للصحفيين في الكثير من المحافظات التي تخضع للشرعية. مثلا في عدن كان هناك اعتقالات لعدد من الصحفيين، وتم يعني لمدة شهر وبينهم لمدة أسبوعين، وبينهم من تعرضوا للتهديد أيضا، ولكن تم إطلاق سراحهم. هناك المخرج التلفزيوني في تلفزيون عدن الأخ إسكندر عبد الكريم معتقل منذ رمضان الفائت في لدى قوة الحزام الأمني وترفض الإفراج عنه حتى الآن. وأيضا هناك في حضرموت من قبل النخبة الحضرمية تم اعتقال عدد من الصحفيين صبري بن مخاشر وأيضا عوض كشميم، واعتقالهم في الاستخبارات العسكرية. وبعد أكثر من شهر تم الإفراج عنهم، أو شهر أو شهرين تم الإفراج عنهم. أيضا في مارب تم الاعتقال عدد من الصحفيين لفترات معينة ولكنها لم تطل كثيرا. في تعز أيضا حصل نفس الأمر. إلى الآن لا يوجد معتقلين لدى الجهات سوى الزميل المخرج التلفزيوني في عدن، وأما بقية المحافظات لا يوجد صحفيين معتقلين. أغلبية الصحفيين المعتقلين هم في العاصمة صنعاء أو في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات. أضف إلى ذلك أن هناك عدد من الصحفيين للأسف معتقل لدى الميليشيات، والأسر لا تزال ترفض الإفصاح عنهم، من أجل خاصة أنهم يتعرضون لضغوطات كبيرة بأنه إذا تم الإعلان عنهم سيزيد ما تعذيبهم أو ستزيد فترة اعتقالهم، أو أنهم لن يفرقوا عنهم بحسب ما يقولوا للأسر. يعني هناك لدينا معلومات بأن مؤكد بأن هناك صحفي، لكن لا نستطيع البوح بأسمائهم حتى تقتنع الأسر بضرورة البوح عن مكان أو عن حادثة اختطافهم. أضف إلى ذلك أن هناك عدد من طلاب الإعلام أيضا في الحديدة، هناك 3 طلاب للإعلام ما زالوا معتقلين لدى الميليشيات، وأيضا في إب وأيضا في ذمار هناك عدد من الناشطين والصحفيين أو الناشطين الإعلاميين معتقلين. للأسف القائمة تطول، وحينما نجمل خلال العدد خلال هذه الفترة من فترة الحرب نصل إلى أن هناك 200 صحفي تعرضوا للاعتقال وتم الإعلان عنهم لفترات مختلفة. ربما كان الجل أو 80% من الصحفيين المختطفين كانت على يد الميليشيات الحوثية، والبقية لمختلف الأطراف. بالتالي هناك أيضا يعني للأسف الشديد الحكومة الشرعية لم تبذل جهدا من أجل الصحفيين ومعاناتهم. أسف إلى ذلك طرحنا من خلال النقابة أيضا بأنه على الأقل إن لم يكن هناك تحرك، على الأقل رعاية أسر الزملاء المعتقلين ورعاية الزملاء الذين أصيبوا والجرحى، والذين أيضا الكارثة الكبرى أيضا هي رواتب الزملاء الصحفيين الآن في العاصمة صنعاء وفي غيرها، يعني أيضا مقطوع رواتبهم، هذه الكارثة الكبرى. إضافة إلى أن هناك الكثير من وسائل الإعلام، مثلا تلفزيون عدن، إذاعة عدن وإذاعة تعز وإذاعة يعني غيرها من الإذاعات لم تعد عاملة، وكان من المفترض أن تعود هذه التلفزيون عدن يعود للعمل، وإذاعة عدن تعود للعمل، وغيرها من وإذاعة لحظ وغيرها من المناطق الإذاعات أو وسائل الإعلام التي كانت تصدر. أيضا صحيفة الجمهورية للأسف الشديد أقول أن من قام بنهبها ونهب المطابع، وهذا ليس الحوثيين، ولكن بعد أن دخلت الجماعات المسلحة التابعة للشرعية للأسف الشديد تم نهب المؤسسة، ولا يزال الآن رغم أن المنطقة أو مؤسسة الجمهورية تحت سيطرة القوات المحسوبة على الحكومة الشرعية، لكن للأسف لا يزالون يعني لم تفعل الصحيفة ولم يتم إعادتها. الحكومة للأسف الشديد تتعامل بردة فعل حينما أصدرت الميليشيا
صحيفة الجمهورية من صنعاء حاولوا بإعادة الموقع، وأقول أنهم حينما تفعل حينما تستولي أو الميليشيات على شيء الحكومة تقوم بردة فعل مؤقتة للأسف الشديد. يعني كل المواقف هي عبارة عن ردود أفعال فقط لا غير. أشكرك جزيل الشكر السيد نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأيضا مشاهدينا السيد توفيق الشرعبي لقد فقد الاتصال به تماما مؤخرا، وهنا أشكره جزيل الشكر على مشاركته وكان معنا من الرياض. وأيضا في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني. حتى الملتقى نترككم في رعاية الله.